السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هننفذ ديكور 3D بالكرتونه دي، واي تفاصيل هتحتاجها عن الالوان هتلاقيها مكتوبه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الاول هنشوف ازاي بنقص الكرتونه كده، وبعد كده نبتدي في الشغل على طول. هتجيب حته كرتونه زي دي وهترسم عليها مستطيل عرضه 30 سنتي، وطوله 20 سنتي، بعد كده هتحط نقطة في نص الضلع اللي فوق ونقطة في نص الضلع اللي تحت. بعد كده هتيجي من على الجنب اليمين وهتخصم من الضلع ده 8 سنتي، وهتيجي من الضلع اللي في النص ده هتخصم من فوق 8 سنتي، وهتيجي من على الجنب الشمال وتخصم من تحت 8 سنتي. بعد كده هتوصل الزاويتين اللي فوق بالنقطة دي، وهتوصل النقطتين دول بالنقطة اللي في النص دي. بعد كده هتحط نقطة في نص الضلع ده ونقطة في نص الضلع ده ونقطة في نص الضلع ده ونقطة في نص الضلع ده. بعد كده هتوصل النقطتين دول ببعض والنقطتين دول ببعض. بعد كده هتحط نقطة في نص الضلع ده ونقطة في نص الضلع ده ونقطة في نص المسافة دي ونقطة في نص المسافة دي. خد بالك انا بحط نقطة في نص المسافة دي مش في الضلع كله، يعني بشوف المسافة دي كام واقسمها على الاثنين واحط نقطة في النص. بعد كده هتوصل النقطتين دول ببعض والنقطتين دول ببعض. بعد كده هتقص الجزء ده كده بالقطر. هو ده الشكل اللي هنشتغل بيه. هتبتدي شغل من فوق من اول الجنب كده، وهنشتغل في الاسطمبه دي بلونين، لون اسود ولون رصاصي، الاسود على الشمال والرصاصي على اليمين. وزي ما قلت لك في صندوق الوصف هتلاقي كل المعلومات اللي هتحتاجها عن الالوان وليه اشتغلت باسود ورصاصي. ولما تيجي تشتغل بالرصاصي هتخش شويه على الاسود، وبعد كده هنصلح الجزء بتاع الاسود. اهم حاجه تخلي الكرتونه ما فيهاش اي نسبه ميلان. لما تيجي تشتغل من على اليمين او على الشمال هتخلي الجزء ده كده على المكان ده، بتغطي الجزء ده بالمكان ده كده. طيب لو حبيت مثلا اشتغل من تحت، يعني انا هنا اشتغلت من فوق، لو اشتغلت من تحت، لو اشتغلت من تحت هتخلي اخر الكرتون من هنا يغطي الجزء الصغير اللي هنا ده كده. الموضوع بسيط خالص، اما هتشتغل من اعلى الاسطمبة هتغطي الجزء ده بالكرتونة، واما هتشتغل من اسفل الاسطمبة هتحط اول الكرتونة في الجزء ده كده، سواء من على الجنب الشمال او من على الجنب اليمين.
بعد ما بتخلص الجنب كله بالطريقه دي بتجيب حته كرتونه زي دي او ممكن تجيب لزق وتلزق هنا كده وتصلح الفصل ده بالاسود، او ممكن تحط الكرتونه كده في الفصل وتصلح الفصل ده بالاسود. ما تنساش تبص في صندوق الوصف هتلاقي معلومات تفيدك، واتمنى لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وشير للفيديو وتشترك في القناة، واشوفكوا الفيديو التاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.